مساءً بالخير، مساء اعزائنا المشاهدين، واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من وجهه نظر. ضيفنا فيها هو الاستاذ محمد الاسعدي المتحدث باسم منظمه اليونيسف. مرحبا بك يا استاذ. اهلا وسهلا بك. انشطه اليونيسف ربما هي من المنظمات الدوليه القليله الباقيه في على نشاطها في اليمن. خارطه ازمات اليمن لديكم بالتاكيد انها مختلفه عن كل المنظمات الاخرى، برايك؟ بالتأكيد منظمة اليونيسف هي منظمة تتبع الأمم المتحدة، ولكنها منظمة مستقلة تعمل من أجل الإنسان وتعمل من أجل الأطفال بشكل رئيس. نحن نعمل في مجالات مختلفة، في مجال الصحة والتغذية وهي التغذية العلاجية، وأيضا مجال توفير المياه والإصلاح البيئي وخدمات الصحة العامة، وأيضا تعليم الأطفال، إلى جانب خدمات الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال والتوعية المجتمعية حول قضايا الطفولة بشكل عام. اليونيسف تعتقد أن هذا العام، أو تعتقد أن الوضع في اليمن بشكل عام، أصبح من أصعب الأوضاع في العالم على الإطلاق. الأطفال في اليمن في بيئة صعبة، بيئة معقدة، بيئة تهدد حاضرهم ومستقبلهم. لدينا أرقام مخيفة جدا. على سبيل المثال، هناك أكثر من مليون ومن مليونين ومئتين ألف طفل يعانون من سوء التغذية العام. على الأقل 462 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. الطفل المصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم عرضة للموت أكثر بعشر مرات من الطفل السوي، بمعنى أن هؤلاء قرابة نصف مليون طفل عرضة للموت بأي لحظة إن لم يتم معالجتهم بالوقت المناسب. أيضا لدينا أكثر من 19 مليون مواطن بحاجة إلى المياه وخدمات الإصلاح البيئي، النصف من هؤلاء من الأطفال. لدينا هناك أكثر من 18 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدة إنسانية، النصف من هؤلاء من الأطفال، والمساعدة الإنسانية قد تتمثل بالغذاء أو الدواء أو الإيواء أو الحماية أو غيره. لدينا أكثر من 2 مليون طفل خارج في سن التعليم خارج المدارس، مليون ونصف من هؤلاء الأطفال خارج المدارس قبل هذه الحرب، بمعنى أن لدينا جيل على وشك الانهيار، جيل على وشك الضياع. وبالتالي هي دعوة ومناسبة نطلقها من هذا المنبر لكل أطراف الصراع أن يلتفتوا لحاضر هذا البلد ومستقبله، وهم الأطفال. أستاذ، هذه الأرقام مفجعة، يعني لكن احنا في الحقيقه ما مش معنا مجتمع، معنا ارض في عليها مشاكل، نعم بالتاكيد مشاكل بشكل طبيعي، لكن لدينا مجتمع اذا مش مهتم بفلذات الاكباد اللي يسمونها، يعني في النهايه لا نرى مشكله الطفوله. لو 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 ان هناك من يرى مشكله الطفوله ربما لما وجدنا هذه الارقام بهذا الشكل. لابد ان يتم الالتفات للاطفال بشكل رئيس وبشكل سريع، والان بل الامس بل قبل امس، حتى يمكن تدارك الوضع. هناك حل لكل مشكلة وكل أزمة لديها حل. هناك مساعي كبيرة جدا من قبل منظمة اليونيسف ومجموعة العاملين في مجال الإغاثة لتدارك الوضع والحفاظ على الأنظمة الاجتماعية القائمة، أنظمة الخدمات الاجتماعية كنظام الصحة، كمنظومة التعليم، كمنظومة الرعاية الاجتماعية، شبكة المياه، إلى غيره من الخدمات. في حال انهيار هذه المنظومات سيكون الوضع كارثي أكثر بكثير، والانهيار متسارع بشكل أكبر. أقصد يا أستاذ أن النقطة تأخذ مساق الحديث عن الحرب وأزماته. نعم. طيب، الحرب هم يقودها إما المقاتلين في الجبهات في الميدان أو الحكومة في الجانب السياسي، لكن مثل قضية الطفولة هي جبهات الناس. إذا كان الأم والأخ والتاجر والابن وخطيب المسجد والأستاذ في المدرسة، مش هذه الجبهة اللي يعمل فيها، إذا يعمل فين؟ يعني يرقد في بيته ويتحدث عن أنه يعني مشارك من أجل الدفاع عن الوطن. دورنا واضح جدا، أنه نعمل في الجانب الإغاثي ونعمل في الجانب التوعوي، نعمل في جانب إنقاذ حياة الأطفال ونعمل في بجانب رفع الوعي. لدينا أكثر من 10,000 متطوع ومتطوعة ينتقلون في القرى من بيت إلى بيت وفي التجمعات السكانية المختلفة لرفع الوعي حول قضايا من قبل الحياة بشكل عام، ولكن لا يملكوا، ليسوا صناع قرار في الأسر إلا في أسرهم الخاصة، وليسوا صناع قرار في مسجد ولا في مدرسة ولا في مجتمع. نحن بحاجة إلى أن يشتري أو يتملك صناع القرار في المجتمع بشكل عام، بدءا من رأس الدولة ومرورا بكل مستويات السلطة حتى أدنى مستوى هو رب الأسرة، أن يجعلوا الأطفال أولوية في قراراتهم، أولوية في معاشاتهم، أولوية في حياتهم، أولوية في اتخاذ القرارات المصيرية، سواء كانت قرارات تتعلق بالحرب أو السلم. أنا الآن ممكن أن أستخدمها حتى كاستخدام كطرف سياسي، يعني كطرف حربي. جبهتك، طفلك جبهتك الحقيقية، هي ما فيش معك جبهة أنت تشارك فيها أيا كان معتقدك وإن ما كنت الآن، جبهتك أنت كأب وكأم هي هذا الطفل. نعم.
نعم، هناك من يستغل أيضا الأطفال للأسف الشديد، بعض أطراف الصراع أو معظم أطراف الصراع تستغل الأطفال. عدد الضحايا من الأطفال وصل تجاوز أكثر من 3400 طفل بين قتيل وجريح منذ مارس 2015 وحتى الآن، وهذه أرقام متواضعة مقارنة بالواقع، مقارنة باتساع رقعة الصراع في البلد. هذا رقم كبير جدا، هذا كان مدينة صغيرة سيسكر بالمستقبل. أنت تتحدث عن 3 مليون يا أستاذ، تتحدث الآن عن 3 مليون طفل، يعني الأزمة تعيش. أنا أتكلم عن الظاهرة للعيان الآن، خليك معه الخفاء. هذا رقم كبير جدا، هذا رقم 4-5 دول داخل الخليج ولا في غيره، ما هوش موضوع. أنا أتكلم عن أطفال فقط. صحيح صحيح، 2,200,000 طفل يعانون من سوء التغذية، معناته أن هؤلاء الأطفال عرضة لخطر الموت، لخطر التقزم. يعني اليمن واحدة لديها أسوأ معدلات التقزم في العالم، بمعنى أن الطفل في سن معين وطوله أقل من الطول الطبيعي، وهذا يعني أن البنية الجسمية غير سوية وبنية الذهنية أيضا مهددة، وبالتالي سيأتي جيل ناتج الاقتصادي والعادل الاقتصادي للوطن في حال نجاته من الموت وعدم انزلاقه في سوء تغذية حاد وخيم وبالتالي الموت، سيكون جيل غير منتج أو منتج بشكل جزئي، وبالتالي لن يستفاد من الطاقات الكامنة في المستقبل لهذا الجيل. ما انت مش محبطين؟ طيب انت الان انت تتحدث عن 10,000 ناشط في هذا في الميدان يتحركون في بيئه متساويه، ما فيش فرق في عدن، في صنعاء، في تعز، يعني في هذا السلوك موحدين نحن، ما احناش لا بيننا ازمه شمال وجنوب ولا نفس السلوك نمارسه من صعدة الى عدن. طيب هذا ما يولدش احباط حين مثلا المجتمع مقف في خفة؟ ليتك لم تسال السؤال، يعني احيانا لا اريد ان ابالغ انه لا استطيع النوم عندما اشاهد صور وواقع وقصص. الصور لا تحكي القصص، الصور مؤلمة، ولكن عندما تسمع ما وراء الصورة وتسمع القصص تشعر بألم الكون يجتاحك، وخصوصا أنها أمور يمكن معالجتها. هذه أمور ليست قضاء وقدر، ليست أمر محتم علينا، بالعكس نستطيع أن نعالجه، نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة بسهولة. فقط أن نهدي هؤلاء الأطفال السلام، فقط أن نساعد، أن نجعل لهم أولوية. عندما نخطط في ميزانية الدولة نضع الأطفال أولوية، لأنهم هم الجيل الحقيقي والاستثمار الحقيقي. عندما نحدد قرارات الحرب أو السلم يكون الأطفال أولوية، يكون الأطفال هم المؤشر في 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 حتى في الحوارات السياسية، في الحوارات التنموية. عندما أبني طريق، أبني طريق وأبني مستشفى وأبني مدرسة من أجل جيل، من أجل مستقبل، من أجل عائد اقتصادي، هذا الجيل سيعود علي بالنفع على الدولة بشكل عام. كم تغطون انتم من انشطه تتعلق بهذا الامر؟ دعنا الطفوله اقصد بشكل عام. دعنا في الطفوله نغطي معظم احتياجات الطفوله الاساسيه، وتركز عملنا في منظمه اليونيسف، كنا نعمل بمسارين، المسار التنموي والمسار الاغاثي. المسار التنموي للاسف الشديد مجمد بمعظم مرافق وقطاعات العمل. ايش معنى التنموي؟ التنموي معنى ان احنا نبني اشياء للمستقبل، نبني اشياء تنمويه ثابته تستمر لاجيال، ولكن الان عملنا معالجه المشكلات، سد الثغرات، إنقاذ حياة الأطفال من الموت، توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال. فنعمل على سبيل المثال في قطاع التغذية، نوفر التغذية العلاجية للأطفال. استطعنا في خلال عام 2016 بفضل الله وتعاون كثير من الشركاء ما فيها وزارة الصحة ومكاتب الصحة بالمحافظات والمديريات والمرافق الصحية البسيطة في القرى، أن نعالج 215,000 طفل من سوء التغذية الحاد. استطعنا أن نقدم مكملات تغذوية وفيتامينات ألف لأكثر من 4 مليون طفل تحت سن الخامسة. استطعنا أن نلقح، أن نستمر في عملية اللقاحات، وفي اللقاحات تتوقف قليلا. حاجة 4,500,000 طفل تلقوا لقاحات خلال عام مرتين أو ثلاث مرات من خلال الحملات، واللقاحات مستمرة في كل المستشفيات والمرافق الصحية بدعم مباشر من اليونيسف. كانت الحكومة اليمنية تشتري لقاحات ونحن نقوم بتنفيذ الحملات. الآن اليونيسف هي من توفر اللقاحات، وهي من توفر نقل اللقاحات من مصادر الشراء إلى اليمن عبر طائرات خاصة تنقل لهنا مبردة، وثم تنتقل لمخازن التبريد في 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 أمانة العاصمة، وبالتالي تنتقل مخازن التبريد في المحافظات وفي المديريات. وننفق على هذه النفقات التشغيلية كامل، نفقات مهولة جدا من أجل الحفاظ على اللقاحات بحيث تنقذ حياة ملايين الأطفال. استطعنا أيضا أن نقدم معالجات لحالات الكوليرا، هناك أكثر من 92 حالة وفاة بالكوليرا، أكثر من 156 حالة مؤكدة بإصابة بالكوليرا، من ضمن 10,000 حالة اشتباه، والحالة الاشتباه هي حالة إسهالات مائية حادة، ممكن تكون بالكوليرا وممكن تكون غيرها، لكن لعدم توفر الإمكانات المخبرية في كل المرافق الصحية لم نستطع التحقق منها. نوفر دعم علاجي، نوفر علاجات المستشفيات. على سبيل المثال عندما وقعت حادثة قصف قاعة العزاء، وفرنا 70 طن من العلاجات لمستشفيات العاصمة لمعالجة كل حالات المصابين صغار أو كبار.
وفرنا أكثر من 20 طن لوزارة الصحة من العلاجات لمواجهة حالات الإصابات بشكل عام، بحيث أنه هؤلاء بشر وهؤلاء ناس يحتاجوا كثير من المساعدات. أيضا نقدم المياه، أكثر من 4 مليون مواطن حصلوا على المياه. المياه الذي تصل في صنعاء هي بدعم من اليونسف عن طريق دعم مؤسسة المياه بالوقود، أكثر من 5 مليون و500 ألف لتر وقود خلال عام ونصف وزعت على كل على مؤسسات المياه في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران وذمار وتعز وعدن وغيرها من المحافظات. أيضا استطعنا أن نقدم لأكثر من 210 ألف أم حامل ومرضع الرعاية الصحية الأولية، بمعنى النصح، الإرشادات، العلاجات الأساسية الأولية، توفير إرشادات تغذوية، كيف تتعامل مع الطفل مع الطفل سواء كان الجنين أو الوليد، هذا في قطاع الصحة وسوء التغذية. في قطاع التعليم هناك أكثر من 2000 مدرسة لا تعمل، متوقفة. هذا نتكلم بمعدل 3000، أكثر من حوالي 350 ألف طفل خارج المدارس بسبب تضرر مدارسهم، إما أنها دمرت كليا أو جزئيا أو تقع في مناطق غير آمنة، أو أن هذه المدارس يسكن فيها نازحين، أو أنها تستخدم من قبل جماعات أو قوات مسلحة. استطعنا أن نعمل تقييم وقمنا بخطة ترميم ل 700 مدرسة نستهدفهم خلال هذا العام، ربما يتم استكمال ترميم 700 مدرسة. في هذه الأثناء وزعنا أكثر من 510 خيمة كفصول مؤقتة بحيث الأطفال يستمروا في التعليم. طبعنا وفرنا دعمنا وزارة التربية والتعليم لطباعة 5 مليون كتاب مدرسي للصفوف الرابع والخامس والسادس في مختلف محافظات الجمهورية. شفت حقائب مع الطلاب في كثير من مكانها. 350 ألف حقيبة مدرسية وزعت على طلاب مدارس في صنعاء في كل المحافظات، كل بحسب الاحتياج وحسب الضغط السكاني عليها. أستاذ طبعا الارقام جيده ويبدو انه يعني عاد باقي نعم. في الحقبه نعم. في كثير من الارقام نعم. لكن انا نقطه انه الان معي سؤالين. السؤال الاول معناته انه في امكانيه احد يتحرك في اليمن تجاه المشكله، يعني ان يتجاوز خطوط الصراع هذه كلها ويرى الانسان كما هو ايا كان في صنعاء او في عدن او في تعز. بالتاكيد هناك من يعمل، وهناك من يعمل بكثير رغم التحديات. تواجهنا تحديات لدرجه الاحباط، ولكن لا نتوقف لان نعرف ان هذا التزام اخلاقي والتزام. ربما كثير من الزملاء المحليين العاملين في المنظمة اليونسف والمنظمات الإغاثية الدولية يعتقدوا أنه التزام وطني والتزام أسري تجاه أهاليهم، وبالتالي يبذل جهود مضاعفة، أحيانا يعرضوا أنفسهم للخطر. هو كيف يتجاوز خطوط الصراع؟ يعني كيف مثلا يصلوا إلى مارب، كيف يصلوا إلى تعز، إلى عدن، إلى صنعاء، كيف يعني هناك إلى صعدة؟ هناك من يعتقل ويتم التفاوض والإفراج عنه، هناك من يتوقف، هناك من تعرض للموت من قبل سواء بالقصف أو التفجير أو ألغام أو غيرها في حالات كثيرة جدا. ولكن نعمل مع الجميع لأن الجميع يعرف كل أنواع السلطات الموجودة في البلد وفي كل مكان، يعرفوا أننا نعمل من أجل الأطفال، والأطفال شريحة مستقلة ومحايدة. ما هم طيبي القلب طرف الصراع، لا يرون الأطفال إلا طيبي قلب، لكن أقصد أنه لا يرون الأطفال. في النهاية عنده المعركة العسكرية هي رقم واحد، ما دون ذلك يعتبرها دعنا أقول أن هناك تعاون لكن يتفاوت، أحيانا يكون في تسهيلات كبيرة ولا نستطيع أن ننكر ذلك، لأنه لو أنكرنا ذلك لن نستطيع أن نعمل. هناك معوقات بالتأكيد تحصل يوميا، ولكن يتم معالجتها بشكل مباشر، بالاتصال المباشر، بالتفاوض، بالحلول، أحيانا بالضغط، بحيث أننا نستطيع أن نصل للأطفال المحتاجين. هناك كثير، يعني على سبيل المثال هناك احتياجات كبيرة، لدينا أكثر من 46 ألف كرتون من التغذية العلاجية الخاصة بالأطفال المصابين بسوء التغذية منتظرة تصريح السلطات المحلية في اليمن لإدخالها لليمن. يعني عاد كمان في حاجة ما تدخلش، ما يسمحوا لهاش بالدخول؟ أحيانا يكون في شوية إجراءات مطولة، روتينية مطولة. أنا سمعت بأنه غيرت وعيدت، بس أنت ربما لا تريد أن تحدث بشكل مباشر عن هذه النقطة، لكن أقصد أنه هو هذا يصبح تعنت غير مفهوم. لهم مبرراتهم، لكن لا أعتقدنا يفترض أن أي دعم قادم من اليمن يتاح له المجال ويسهل مسألة وصوله للناس المحتاجين، خصوصا أن الاحتياج مهول. حتى لو أحضرت كل ما أنتجت المصانع التغذية العلاجية في العالم لليمن، إحنا محتاجين له. أنا أتحدث عن رقم ضخم، رقم كبير، مليونين ونصف ومئتين ألف طفل. ربما لا يمكن لأي واحد يسمع الرقم هذا يتخيل أنه يشوف 3-4 عياله بس، ما يقدرش يتخيل. دحين أنت كمنظمة رأيت هذا الأطفال في كل مكان، وبالتالي ترى الحشد كله. نعم، ونحن نعتقد هناك أيضا بعض السلوكيات الخاطئة في المجتمع والممارسات الخاطئة بشكل عام. إحنا ننظر للطفل الهزيل أو الطفل القزم على أنه مسألة وراثية أو أنه يشبه عمه،
يشبه خاله بيطلع على فلان الفلاني. أيوة ما أكلوش زي ما سوا يعني يشبهه من هذه الناحية بالضبط يعني. ما أكلوش تمام بالضبط ما أو أكلوه ولكن لم يستفيد الجسم من الأكل الذي أكله. أن طفلي أو طفلك ممكن يصاب بسوء التغذية لأنه بسبب ممارسة خاطئة معينة إسهالات وعدم التنبه لها ينزلق الطفل. وهذه المخاطر الذي احيانا بالوعي ممكن تنقذ حياه الناس اكثر من المعونه الماديه المباشره. ايوه نحن بحاجه لانه العقل يتحرك تجاه المشكلات هذه. يعني اليمنيين تجاه التغذيه لا يتغير سلوكهم في حرب ولا في سلم، في الجبل ولا في الوادي، في الساحل، في الصيف ولا في الشتاء. ما حد قادر يهز رؤوسهم شوي يقول لهم في النهايه بيدكم ان تعالج وضع ابنك ما هيش مش نعم. هناك وايضا لا ننسى ان الاسر يعني فقدت كل السبل. هناك لا توجد رواتب، الموظفين يعملون بلا رواتب، انعدام الامن الغذائي في البلاد ارتفع بشكل مخيف، هناك زياده مهوله جدا في السكان الذين لا تتوفر لديهم الا وجبه واحده ولا يعرف متى ستاتي الوجبه الثانيه. وعاده تكون الوجبه الواحده هذه التي حصل ليست لا تحتوي على المكونات الغذائيه اللازمه للجسم، وخاصه اذا كان عدد الاطفال كبير. تحديات كبيره جدا تواجه الاسره، بالتالي لا نستطيع ان نلقي باللوم مجملا على الاسره. لابد من اجهزه الدوله بشكل عام، تعليم وصحه والتغذيه وحمايه اجتماعيه وسلطات محليه ومسجد واعلام، ان تعمل معا من اجل مواجهه مثل هذه الظواهر. لكن نتحدث عن الاسره استاذ في النهايه على الاقل ليكون الصوت مرتفع شويه تجاه المشكله. انا اتكلم من الاسره على الاقل تقول تتحدث. يعني هذه القضيه اللي تكلم عنها انت، تعتقد السياسيين اليمنيين الاعلام اليمني اللي عاملين باسم المنخب، تعال ادخل الفيسبوك وشوف نقاش اليمنيين فين، مشغولين بالسفير التركي امس لكانهم كلهم جالسين في تركيا والمصير يتحدد عليه. طيب هذه قضايا ما تحظاش حتى ب 5% من الاهتمام. ما ادري، كانهم لا يشعروا بحجم المشكله، كانهم لا يعيشوها، كانك محتاج تجلس مع كل شخص لوحده. ولكن اعتقد انها مناسبه هذه، وادعوك انت شخصيا انه تركزوا على قضايا الانسان، قضايا الاطفال، قضايا المجتمع بشكل عام. نبتعد قليلا من السياسه، قد خوضنا ولكنا في السياسه كثير، وبالتالي وما وصلنا الى هذا وصلنا عليه بسبب الرغي الكبير. لكن لو نظرنا في الانسان وتنميه الانسان وبناء الانسان بدءا من الصغر، تنشئه سليمه وتعليم جيد وصحه مناسبه وتغذيه ملائمه وان كانت بسيطه، نستطيع أن ننطلق. فلسطينيين وضعهم صعب وشعب محتل، لكن تحصل أطفالهم بنيتهم صحيح سليمة لأنه في عادات غذائية صحيحة. صحيح. إحنا في النهاية يعني أوكي تمام، يعني المشكلة قلت في كثير يعني كبيرة في كل مكان إلا في سوق القات. ما قدرش واحد ينقل الاهتمام من سوق القات للمدرسة. ما كان سوق القات نشيط فين ما كان وفين ما حل وفين ما في مشكلة في الوعي الاجتماعي، ما حدش داري كيف واحد يقدر. ولذلك احنا لدينا مشروع كبير جدا يسمى الاتصال مجلة التنمية، يشتغل على الوعي. هناك 14 رسالة منقذة للحياة والرسالة الأساسية بما فيها رسالة بسيطة ممكن يسخروا منها كثير من الناس، وخصوصا الناس في المجتمعات، في الناس من الطبقة الوسطى. يقول لك عندما تتحدث اليونيسيف عن حملة غسل اليدين، لماذا غسل اليدين؟ لماذا هناك يوم عالمي لغسل اليدين؟ 30% من الأمراض التي تصيب الطفل تأتي من اليد، لانه يلمس الاشياء المتسخه وبالتالي يضعها في فمه وبالتالي وياكل. فاذا اكل ممكن يصاب بالاسهالات، والاسهالات تؤدي لسوء تغذيه، وسوء التغذيه يؤدي الى هزال او تقزم وممكن يؤدي الى الموت. مساله بسيطه جدا، ممكن الوقايه هنا على الحد من المساله. ينتقدوا ليش يعني؟ ليش لا لا، بعض الناس يقول لك هناك اولويات اكثر. طيب كل واحد يهتم باولوياته. تمام. احنا لما يعني اليونيسيف لا تقول للناس لا تهتموا. نعم لا، انا اقول انه بشكل عام لو استطعنا ان نجعل الممارسات السويه في العادات الغذائيه، في عادات النظافه الصحيه، في الاصحاح البيئي، مثلا ظاهره التبرز في العراء واحده من الاشياء الكبيره التي تواجه مشكله الكوليرا هي التبرز في العراء او التبرز في المياه الراكده. بالتالي تنتقل البكتيريا الى الطعام وياتي ياكل الشخص الذي راح نفسه الذي راح يتبرز واصيب هو واسرته بالكوليرا. لذلك هي دوره من تتداخل فيها المسائل الثقافيه والمسائل التوعويه ومسائل التعليم والاعلام، تتداخل هذه الادوار لتشكل وعي جمعي سليم يشكل بيئه صحيه. هو استاذ ربما ما نتحدث عن صنعاء، ربما كل ناس يكون عندهم الاولويه انه في طيران فوق رؤوسنا وانتم تتكلموا عن التفاصيل. تمام يعني في النهايه اعتبر غسلك ليدك جزء من مواجهه العدوان، ما فيش قصه يعني في النهايه هذا لا يتناقض على الاطلاق مع معركتك الكبرى. لكن النقطه الاساسيه هي يعني هذه المشاكل كلها وهذه الارقام اللي تحدث عنها، لماذا لا تحدث ضجه في اليمن وخارج اليمن؟ يعني اليمن رقم منسي فيه حتى في وسائل الاعلام الخارجي، مع انه طبعا في النهايه في فرق، في حصل تغيير، لكن لا نزال غير قادرين على ان نرفع صوتنا خارجيا ولا في الداخل تجاه هذه المشكلات.
نواصل هذا النقاش ولكن بعد فاصل قصير. أستاذ محمد فاصل ونعود لكم أعزائي المشاهدين. مرة أخرى مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، نستكمل معا وجهة نظر الأستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم اليونيسف. مرحبا بك يا أستاذ مرة أخرى. مرحبا بكم المشاهدين الكرام. كنت أسألك أنا لماذا مطرقة اليونيسف لم تسمع عالميا، أو ربما اليمنيين لم يستطيعوا التعبير عن مشكلتهم تجاه الخارج من أجل مساعدتهم، من أجل الاهتمام بهم؟ اهتمامات الإعلام وتسييس الإعلام المحلي والمحيط والمحيط باليمن جعل من قضايا الإنسان وقضايا الأطفال ربما قضايا جانبية. لكن دعنا أقول لك أنه خلال الأسبوع الماضي على سبيل المثال أطلقنا بيانا تحذيريا نقول فيه أن الطفل يموت كل 10 دقائق في اليمن. نعم أنت صدمت، هكذا صدم الناس. هذا الرقم كان قبل هذه الحرب، معناته هنا توقع أن 10,000 طفل يموتوا سنويا خلال عام 2015 و2016 بزيادة على الرقم هذا، وهذه أرقام مهولة لا يلتفت لها الأطفال. بين كل 1000 ولادة حية هناك 50 طفل يموتون، بين كل 1000 ولادة حية في اليمن هناك 50,000 طفل يولد بالعام الواحد، أكثر من 1,200,000 طفل. وبالتالي نحن نتحدث عن أرقام كبيرة جدا وأرقام مذهلة، يعني شيء مرعب بالتأكيد، ويجب أن يتوقف. أنا أعتقد لو أن أطراف الصراع التفتوا إلى هذه الأرقام وعدوا رؤوس الموتى بسبب غير مباشر للصراع، ما فيش داعي للصراع، ما فيش داعي بالتأكيد. يعني بينشغل في النهاية، أنا أشكو من الموت في صعدة ولا في عدن، هو موت واحد ومش بسبب أطراف الصراع. يموتون حتى أنا أتكلم عن الأطفال اللي هم مشروع مقاتل لهذه الجماعات، يموتون من طفولتهم. نعم. طيب يعني مثل هذه الأمور ما يلمسوهاش الناس. دحين أنت تتكلم عن رقم، بس المجتمع هو خسر هذا الناس. نعم. الأطفال ما يشعروا بهمش، هو قلت لك مرتبط بثقافة وتقليد، أن هذا مسألة قضاء وقدر. هناك عدم توثيق لحالات الوفيات. يعتقد أن الطفل إذا مرض ما عندش حق العلاج، خلاص الله يرحمه مات. طيب تمام، مشكلة بس تحدث بس. هذه مشكلة الناس، مشكلة كبيرة جدا. نحن نعمل تقديرات، وهذه التقديرات مبنية على واقع، ولكن ليس كل حالات الوفيات وحالات الولادات توثق وتسجل. ولذلك نحن نقوم بحملة كبيرة جدا من أجل تسجيل المواليد كحق أول من حقوق الطفل، الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الطفل، أن يكون له هوية، أن يكون مسجل ومقيد برقم وطني. هذا تدعمه اليونيسف، وهذا يعتبر من أعمال التنموية الذي نعملها وما زالت مستمرة حتى الآن بتنسيق مع وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية. في كل المديريات وكل القرى هناك تسجيل مجاني للأطفال، ولكن لا يسجل الناس ولا يسجل الوفيات، وبالتالي لا نستطيع أن نحصل على المؤشرات الحقيقية للمعاناة اللي يعاني منها الناس، سواء كانت عن طريق عدد نسبة المواليد، عدد المواليد أو عدد الوفيات. اليمن مقيل، لا مهتم بالميلاد ولا بالوفاة، مقيل بس. مرحبا بك وقت المقيل. هناك مؤشرات إيجابية، لا نستطيع أن ننسف كل شيء، مؤشرات إيجابية. لكن كويس يعني أنا أقول لك، أنت ترى الإحباط، أنا تحاول دحين. أنا أقول لك حقيقة أن لو نظرنا لكل الجوانب للصورة القاتمة، لن نستطيع أن نستيقظ اليوم التالي. أنا أقول لك شخصيا لن أستطيع أن نستيقظ اليوم الثاني. كل ما حولي يدعو إلى البكاء ويدعو إلى النحيب ويدعو إلى الرحيل، يدفعك للخروج، إلى الخروج إلى مكان لا تستطيع أن ترى فيه أحد، حتى عزلة ذاتية، عزلة إفرادية. ولكن أقول أن هناك جهود كبيرة جدا تبذل من أجل تواجه هذا المد الغاشم للأزمة الإنسانية، هذا التوسع المخيف للاحتياج. جهود من قبل منظمة اليونيسف، من مجموعة المنظمات الإغاثية الدولية العاملة، سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أو منظمات دولية أو منظمات محلية إغاثية. هناك جهود مبادرات شبابية رائعة جدا يقوم بها الشباب لمساعدة الناس، مساعدة المحتاجين، لمساعدة المرضى، لمساعدة الجوعى في تهامة، في أكثر من منطقة. في منطقتي، في مديريتي، مديرية فرع العدين اللي أتيت منها أنا، هناك انتشار لسوء التغذية الحاد والوخيم. أنا لا أتعامل مع المسألة على أنها قريتي ومنطقتي، أنا أتكلم عن اليمن كلها، بلدي، الكرة الأرضية كلها. ينبغي أن يكون هناك كل طفل ينعم بكل فرص النمام، وبالتالي نلفت اهتمام الناس عن طريق الوعي، عن طريق الشغل، عن طريق الضغط، عن طريق الدعم، عن طريق توفير الدعم التكاملي. أنت لا تستطيع أن تعالج طفل من سوء التغذية وأبوه وأمه وأخوانه الكبار يعانون من الجوع، معناته أنه أنت تعالجه من مشكلة، وفي مشكلة أكبر. بالتالي تحتاج أن توفر سلال غذائية وتوفر غذاء للأطفال للأسرة كاملة. إذا وفرت سلال غذائية أنت توفرها اليوم وبكرة وبعده والشهر الجاي، إذن تبعد عن حلول دائمة. الفقر هو يعمل يعني
يجعل هذا النقاش كله يعني يخفت خافت او حتى هامش، يصبح الفقر يشمل الجميع. بتجي تتكلم الاب يقول لك ما معيش، انت تقول له انت يعني صرف كويس، يقول لك مش معي حق صرفه بالمره. هذه واحده من الاشكال. اول حاجه انعدام الدخل، واللي حصل ان هناك قبل هذه الحرب 44% من الشباب اللي نحو بين 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 سن تخريجي الجامعات و40 سنه اولا خارج قطاع العمل وخارج قطاع التعليم. 44% من الشباب، معناته كانت نسبة البطالة مرتفعة بين الشباب، لكن البطالة بشكل عام كانت أكثر من 32% قبل الحرب. الآن تخيل تعطلت السفارات، تعطلت الشركات النفطية، تعطلت الشركات الدولية، تعطلت المصالح المحلية، صاحب البنشر اللي كان عنده 5 موظفين وما فيش كهرباء وبالتالي جالس يشتغل لوحده، صاحب المطعم، صاحب البوفيا، صاحب إلى آخره، إلى جانب الأضرار التي تلحقت كثير بالبنى التحتية وأيضا بالشركات إذا لهذا السبب متابعة الحرب أسهل، الحرب أقل مأساوية من أن نرى آثارها. يعني أنا أشوف مثلا مقاتلين ورصاص وسلاح وإرادة مش عارف إيش، أسهل بكثير من نتحدث عن المواقع التي تصنعها هذه الحرب. ولكن السلام أقل كلفة وأكثر فائدة. دعنا نتابع السلام، دعنا نعمل من أجل الإنسان، دعنا نتكامل. إذا تكاملنا جهودنا على الأرض وجهودكم في بالفضاء من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال البث واكتمل دور المسجد ودور وضغطنا كلنا بشكل من أجل الإنسان على أطراف الصراع واستطعنا أن نتوصل لسلام، سنكون قد أهدينا أطفال اليمن وسكان اليمن بشكل عام، وأهدينا المتصارعين أنفسهم فرصة لأخذ نفس، وأيضا النظر لأولادهم، النظر لأطفالهم، النظر لأسرهم. ما دائما الكبار أطفالهم أقل عرضة لما يتعرض له أبناء الناس البعيدين المساكين مع مصادر داخل المرج. يعني في النهاية الضعفاء أبنائهم أكثر ضعفا. أنا أعتقد أن نعم بالتأكيد هناك فئة أكثر ضعفا في المجتمع، ولكن أعتقد كل المواطنين في اليمن تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه الأزمة، وكثير من الأسر تضررت بشكل حاد، وخصوصا في مناطق الصراع في صنعاء في تعز، وخصوصا المهمشين الذين يفتقرون لشبكة الحماية المحيطة بهم. أنت في حال يعني شخص قد ينزح لعند أخوه لعند ابن عمه للقبيلة، لكن المهمشين ليس لهم هذه الحامية الاجتماعية. نعم. وبالتالي يونسف قدمت برنامج مساعدات نقدية غير مشروطة إنسانية لهؤلاء الأسر لأكثر من حوالي أكثر من 100,000 و 120,000 فرد استفادوا من مشروع المساعدات النقدية الإنسانية في تعز وفي صنعاء، بحيث يستطيعوا أن يستمروا. مشروع المساعدات النقدية الإنسانية هي مبادرة عالمية وتكون عادة لمدة 6 أشهر، لأن الأزمات أحيانا يتم إيجاد حلها. لأن هذه مسألة تدخل عاجل طارئ. فنحن قدمنا لأكثر من 100,000 فرد مساعدات إنسانية. حدثنا عن النازحين يا أستاذ. النازحين هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا بلعنة الحرب بشكل رئيس، هم خسروا أعمالهم وخسروا بيوتهم وخسروا أفراد من أسرهم وخسروا الأمن وخسروا الاستقرار، حتى وإن كانوا مرتاحين وحتى وإن كان لديهم دخل مصادر دخل، ولكن قرفت الحرب كل شيء ودفعت بهم خارج الحلبة هذه. بالتالي وجدوا أنفسهم عالة على المجتمع، وجدوا أنفسهم في مكان ربما يشعروا أنهم عالة وليسوا عالة، هم بالأخير أهلنا وإخواننا. هناك أكثر من 3 مليون نازح في اليمن. مشكلة الكثير من هؤلاء النازحين أنهم مخفيين، خصوصا أن الثقافة اليمنية ثقافة احتوائية، بمعنى أنه النازحين يذهبوا إلى أسرهم أو يستأجر بيت أو يظل يعاني لوحده بصمت. لكن في مختلف دول العالم النازحين يقام لهم مخيمات ومعسكرات، يروا كجماعة يعني. لكن الذين لا يروا، وبالتالي احنا في صدد إصدار تقرير عن مليون طفل، أكثر من مليون طفل غير مرئي يعاني وغير مرئي، وهؤلاء هم النازحين، هؤلاء هم الذين يحتاجون مساعدات ولا تدري أين تستطيع أن توصل لهم المساعدات. هذه مشكلة كبيرة جدا، الآن نتحدث عن مليون طفل داخل منظومة النزوح هذه. نعم. اللي حتى ما حدش جاري الآن بالنسبة أبوه وأمه مش يعني هل هو موجود ولا مش موجود، يعني يمكن في النهاية نازح مع عيال مع القرية. نعم نزحوا للقرى ويعانون في القرى، نزحوا للمدن ويعانون في المدن، استأجروا بيوت أحيانا ولم يستطيعوا أن يواصلوا الإيجار، يتوقع أن المسألة حتكون شهر شهرين، حتكون 5 شهور 6 شهور، يلا بكثير سنة، ولكن طالت المسألة وبالتالي لن يستطيعوا المواصلة، سيجدوا أنفسهم خارج البيوت. بالنهاية هذا يشكل ضغط على الخدمات الفقيرة أصلا، عندما تكون القرية فيها 100 أسرة وأتيت 20 أسرة زيادة إليها نازحين من المدن، يشكل ضغط على الأسر
والخدمات الفقيرة بالقرية، إذا في دكان واحد يبيع مثلا 2 كيس دقيق بالشهر ما بيقدرش، يحتاج أكثر دقيق، يحتاج أكثر من الماء وأكثر كثير من المواد الغذائية، وبالتالي يشكل ضغطا عليه على هذه الأشياء. أيضا الناس فقدوا مصادر الدخل، حتى الموظفين الذين كانت لديهم رواتب لا يستلموا رواتب حتى الآن، وهذا يجعل ملايين المهنيين عرضة للمخاطر. أستاذ، في النقاشات الدولية كلها نقاشات عن أطراف الحرب، نحن نتكلم عن المبادرة الأولى، المبادرة الثانية، جنيف أولى، كويت ثانية، كل النقاش الدولي مثلا موضوع النازحين هذا، يعني لا لا ليس أحد أسباب معالجة المشكلة في اليمن. يعني حينما نرى المبادرات الدولية، النازحين، الأطفال، الأمراض، ليست هي العوامل الأساسية للحديث عن إيقاف الحرب في اليمن، ولكنها حديث عن أطراف السياسية فقط. لا نستطيع أن نملي عليهم، ولكن نستطيع أن نضغط، نستطيع أن نجعل صوتنا عاليا في اليونيسف. نحن صفحاتنا تعمل بشكل مستمر على صفحات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والتويتر والإنستغرام ويوتيوب عبر وسائل الإعلام. أنا قريت أكثر من 180 مقابلة صحفية خلال هذا العام، وتصريح صحفي واتصال هاتفي وغيره، من أجل نقول للعالم هؤلاء الأطفال بحاجة أن يكونوا على رأس قائمة اهتماماتكم وأنتم تتحدثون عن السلام، على رأس قائمة اهتماماتكم وأنتم تتحدثون عن المنح والدعم لليمن، أن تتحدثون عن الوضع الاقتصادي وأنتم تتحدثون عن الوضع السياسي، دعوا الأطفال في أعلى قائمة اهتماماتكم. ولكن أحيانا يتم التطرق إلى الجوانب الإنسانية وتنشيط تفعيلها، ربما ليس بالقدر الكافي. أنا أعتقد أن دور الإعلام ودورنا أن نواصل، لا نتعب، لا نتوقف مع دور الإعلام، أن نظل نغذي وسائل الإعلام بالمعلومات والبيانات والصور والفيديوهات والمقابلات واللقاءات مع الأطفال والأسر، من أجل إبقاء صوت الأطفال عاليا. أنا ملتزم التزام أخلاقي أن تظل منابرنا ومكاتبنا وتلفوناتنا مفتوحة لكل وسائل الإعلام من كل الأطراف، لأن الأطفال هم اللون النقي لهذا المجتمع، والذي ينبغي الحفاظ عليه بإبقائهم فئة محايدة، فئة نستطيع أن تصنع سلام ومستقبل. هل هناك فوارق بين مناطق ومناطق؟ يعني مثلا هل حال صنعاء أفضل، حال إب يعني أقل سوءا، حال حضرموت، يعني هل هناك أفضلية داخل المجتمع في اليمن؟ بالتأكيد هناك أفضليات، أفضليات من حيث الأمن، أفضليات من حيث انعدام الأمن الغذائي، أفضليات من حيث توفر خدمات بشكل عام. دعنا أقول أن المحافظات التي تمتد على الشريط الساحلي الغربي والشريط الساحلي الجنوبي حتى شوة هي من أكثر المحافظات تضررا بسوء التغذية، وأكثر المحافظات تضررا بانعدام الأمن الغذائي. تحمي الحديدة وأبيان كأنها سوى حجة والحديدة وتعز ولحج وبعض أجزاء من مديرية عدن وشبوة وأبيان. هذا الشريط الساحلي نلاحظ من على الخارطة، هذا خطوة واحدة من المجاعة، خطوة واحدة بمعد وصلوا مرحلة الخطر، المستوى الرابع من مستويات انعدام الأمن الغذائي، بمعنى أنه إما أن تتوفر وجبة واحدة باليوم للأسرة الواحدة ولا يتمكنوا من توفير الوجبة التالية. أنت طبعا لن تتحدث في السياسة، وأنا أحاول أساعدك على هذا الموضوع إن كانت تشدني السياسة، لكن مثلا أتخيل يعني الآن المواطنين الحالة تقاوم سواء كانوا في الحديدة حيث مناطق الانقلاب ولا أبيان حيث مناطق الشرعية، معناها يعني إلا تجاه المرض والمصيبة هذه لا تعترف بالتقاسم. الأزمة مشتركة، الأزمة تخص كل اليمن وكل ولا يعني. ولا نسمع بالشكوى، احنا ما احناش دارين نصور حال أبيان كيف الآن، ما عندنا أبيان إنه يعني في بلد الشرعية والسلام. نعم نتحدث عن أبيان كما نتحدث عن صعدة، لكن ربما لأن عدد الصحفيين الدوليين والصحفيين المحليين لا يستطيعوا الوصول لهذه المناطق، خصوصا في تعز وخصوصا في لحج وأبيان وشبوة، لأسباب مختلفة معظمها أمنية واستمرار الصراع هناك، بالتالي لا تنقل الصورة كثيرا من هنا من تلك الأماكن. أيضا من تعز تأتي صورة الحرب ولا تأتي صورة الاحتياج الإنساني إلا في إطار محدود جدا، ونحن نقول أن نحن نضع الإنسان ونضع الأطفال في مقدمة وأولويات أعمالنا، سواء كانت على المستوى الإعلامي أو المستوى الإغاثي. طيب ارتباطكم بالمتحدة لا يساعد على أن المبعوث الدولي في النهاية بإمكانه أن يزور هذه المناطق اللي يلفت الانتباه، إمكانه يزور أسرة يعني من المصابين بالجوع، لما عادش جوع قد سوء تغذية حاد وخيم كما وصفت أنت، أو يزور مثلا نازحين أو غيره. تتم هذه الزيارات وتغطى إعلاما وغطيت من قبل قناة اليمن اليوم. مثلا على سبيل المثال ستيفن أوبرايان المنسق الشؤون الإنسانية في العالم والمساعد الأمين العام المتحدة للشؤون الإنسانية زار الحديدة وزار صنعاء وزار مستشفيات وزار مرافق صحية وعقد مؤتمرات صحفية. ممثل اليونيسف
زار تعز مطلع هذا العام مع المنسق المقيم المتحدة، وزاروا المدينة وعقدوا لقاءات صحفية في المدينة. ربما لم يتمكن من زيارة المدينة مرة أخرى، ولكن ربما نزور صعدة ونزور عمران وصنعاء، ربما معظم الزيارة تصل إلى صنعاء. هناك محددات كثيرة ومعوقات كثيرة، ولكن هذا لا يمنع وسائل الإعلام أن تقوم بنفسها في البحث عن القصص الإنسانية ومتابعة قضايا الأطفال ومتابعة قضايا الناس ومعاناتهم. لا تنتظر لزائر دولي، نحن أنا أقصد أنه زائر دولي. أنا أقصد أنه ولد الشيخ بإمكانه أن يعطي نفس الاهتمام هذا اللي يعطى للمفاوضات السياسية في كل خطابات ولد الشيخ في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، وبكل الإحاطات اللي يقدمها لمجلس الأمن يتحدث عن الوضع الإنساني وضرورة التوصل لحل سلمي من أجل معالجة الوضع الإنساني، بالتأكيد يتحدثوا. ولكن كما أسلفت ليس كافيا، نحتاج أن يكون الحديث يتبعه عمل أيضا. نعم أستاذ، الوقت يداهمنا، لكن موضوع البنات، نعم، موضوع في النهاية هذه كان حملة خاصة يوسف من قبل على موضوع تعليمهن، يعني في النهاية إذا كان نتكلم عن الوضع هذا بشكل عام، لكن بما يتعلق بالنساء بالفتيات الوضع أكيد عادوا للأسف الشديد. كل المكتسبات التي تحققت في العقد القادم العقد الماضي كل المكتسبات التي تحققت في العقد الماضي ربما ذهبت مع هذا الصراع، سواء كانت في مجال الصحة أو في مجال التعليم. عاد الفارق الكبير بين الأطفال، نسبة التعليم الفتيات والبنين والبنات، هناك انحسار أو تراجع لعدد الأطفال الذين يذهبون المدارس. 70% فقط من الأطفال في سن التعليم بالمرحلة الأساسية يذهبون إلى المدارس، كان المعدل ارتفع إلى أكثر من 80%. إما شعورا بالقلق، إما شعورا بالخوف على الأطفال، إما لا توجد مدارس، إما نزوح، إما إخفاء لهؤلاء الأطفال اللي اختفوا في المجتمع، عدم قدرة مادية للأمور أنهم يسروا لهم الأطفال. وعند المقارنة بين البنين والبنات تعطى الفرصة للأبناء ويحرموا البنات، بينما الأم، والمثل الشائع اللي تعلمناه في الطفولة بالمدارس أن أنت إذا علمت أم إذا علمت بنت الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيبا. نعم، إذا أعددت أم أعددت جيل كامل. نعم. وبالتالي أنا إذا كان هناك أم متعلمة كل اللي يكون الأطفال أقل عرضة لمخاطر سوء التغذية، معناته أنها تستطيع أن ترتب، تستطيع أن تستوعب الرسائل التوعوية، تستطيع أن تتعامل مع الظروف الصعبة وتتجاوزها لصالح الأطفال. الحياة واليمنيين ما همش أصحاب خالص، يعني أكيد إحنا كلنا في معانا سوء فهم، أكيد لدينا قدرات نفسية، لكن في النهاية الآن أتخيل هذه المشكلات كلها وأرى أين نصرف كل طاقتنا بعيد عن هذا الأمر. نتكلم حتى عن كآباء وأمهات. نعم. مش فقط كمسؤولين. نعم. يونسيف ولا دولة ولا غيره، هي ثقافة مجتمع. إحنا نحتاج إذا تحدثنا عن المجتمع ينبغي أن تدار السياقات الحديث العامة من قبل المنابر الرئيسية التي تطلقها الدولة. يعني إذا وجه الإعلام الرسمي والإعلام الخاص اهتمامات الناس نحو الحرب سيتحدث الناس عن الحرب. إذا وجه هذا الإعلام وهذه الآلة الكبيرة بما فيها المساجد والخطاب المدرسي والإذاعة المدرسية والخطاب العام والحديث العام نحو تنمية وإعمار وحياة، سيتحدث الناس عن الإعمار والحياة، ولكن خطابنا يدور في حلقة مفرغة حول، يعني أنت مرة قلت في أكثر من مناسبة في لقاءات سابقة أنه نفس الأشخاص يتحدثون بنفس الأشياء ولكن من أماكن مختلفة، وحدة في وحدة، موحدين هي نفس الأشياء نفس المواضيع، تمام، لكن تختلف الأدوار وتختلف الأشخاص وربما نفس الأشخاص أحيانا. لذلك لو وهؤلاء يجروا البلد كله في هذا الحديث، إذا استطعنا نغير سياق الحديث ونحول أيضا يتحول لتحدي عام نحو بناء وإعمار في ظل الظروف الصعبة، هناك منشآت تبنى في ظل الظروف الصعبة والحرب الحاصل في البلد وحدة الاحتياج القائمة، هناك من يعمر ومن يتزوج، من يبني، من صح من صح يذهب، من صحيح يسافر، من يعمر، من يتخرج من الجامعة، من يتأهل. هناك أيضا أشياء إيجابية ينبغي أن نلتفت لها. إذا استطعنا نحول الحديث نحو إعمار وتنمية، استطعنا نتحدث عن تنشئة مستقبل، ننظر إلى الأمام، نرفع رؤوسنا قليلا من بين أقدامنا ومن الشوك الذي نكاد أن نمشي فيها أو حقل الألغام إلى الأمام، ونظرنا ومسكنا بأيدي بعض، سنحدث حديثا عاما في بلد يمكن أن يحدث تنمية، يمكن أن يحدث
تغيير على المدى البعيد، ربما لن يحدث تغيير باليوم التالي ولكن على المدى البعيد. والتغيير هذا ينعكس على الأشخاص أنفسهم في النهاية. الأب حينما يتغير تعامله مع أطفاله ينعكس عليه هو، يجد حياة جديدة ما كانش يعرفها. ربما لقاءنا هذا فرصة إذا أب أي أب أب أو أم يسمعونا يلتفت قليلا تجاه أبنائه وبناته. يعني أنا بمنطقة طرف سياسي سأقول لهم إنه هذه جبهتكم، أنت ما أنتش في الجبهة قاتل، ولا أنت جبهتك في بيتك. نعم. دعني أرى جهدك في أبنائك وبناتك. نعم. ربما يسمعون. نعم. هذا الصوت. نعم نعم، أنا أعتقد إنه لا نستطيع أن نكون مثاليين، نتمنى كلنا أن نكون مثاليين. إحنا نبدأ الآن نشتري. نعم. نكون 3% مثالية. ولكن نقول إنه امنح أولادك أفضل فرص التعليم بقدر ما تستطيع، ضع التعليم أولوية، التعليم سيضمن لهم مستقبل أفضل، ثقة بالشخص، ضع ابني عند لدى أطفالك ثقة بالذات، حاول تعزز عندهم قيم التسامح، قيم السلام، قيم الحب، قيم الاختلاف، أن نختلف مع الآخر ولكن لا نلغيه، ولكن لا نتمنى زواله، لا نتمنى إبادته، بالتالي إذا استطعنا أن نجد هذه الثقافة في المنزل سنستطيع أن نخلق حالة من العدوى الإيجابية في المدرسة وفي المجتمع، وربما مع الأيام سيكون لدينا مجتمع. وللعلم يا أستاذ ممكن الوقت انتهى، لكن ممكن نحن نرى أنه في الأطفال الحياة اليمن أفضل بكثير مع الكبار. يعني تدخل في فصل دراسي الواحد أيوة الأطفال هذول ممكن حتى في لحظة النقاش هم أطراف سياسية مختلفة بالتأكيد. لكنهم لا يتقاتلون، ممكن يتصافطوا شوية. قمنا بمشروع كبير جدا من أجل السلام في المدارس، مشروع توعية الأطفال بأنه نختلف لكن نحن أخوان ونحن زملاء ونحن أبناء واحد. السلام في التعليم، لأنه بيئة التعليم هي البيئة الجامعة تجمع كل أطراف الصلاة في فصل واحد. بالتأكيد المدرس قد يكون يأتي معبى بتعبية خاصة، وبالتالي استطعنا دربنا آلاف المعلمين والمعلمات بحيث ينقلوا ثقافة السلام إلى زملائهم في التعليم وأيضا الفصل. بالتوفيق لكم أستاذ، وشكرا جزيلا، وربنا يعين الأطفال على أبائهم وأمهاتهم. شكرا جزيلا. وشكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم مع ضيف آخر في وقت آخر بإذن الله.